اهلا بيكم في حلقه جديده من هندسه مدنيه وبس. ايه هي الوظائف الاساسيه للاساسات؟ The main function of foundation. اول حاجه نقل الاحمال من الادوار العاليه للتربه والمحافظه على المنشا واستقراره، مقاومه احمال الرياح والزلازل وقوى الانقلاب overturning، تقليل الإجهادات الناشئة على التربة من المنشأ، كمان تحسين قدرة تحمل التربة bearing capacity of soil، وأخيرا الوصول لطبقات التأسيس الصلبة ومنها الخوازيق. كان معاكم المهندس جورج هاملتون من هندسة مدنية وبس. أتمنى أن الفيديو يكون فاتكم ونال إعجابكم.